يعرض معرض الجواهر العربية في موسمه 28 مجموعة متميزة ونادرة لمصوغات من اللؤلؤ الطبيعي البحريني. أبهرت زوار معرض الجواهر العربية 2019 بروعتها وتصاميمها المتميزة. قطع فنية لافتة تبهر الأنظار وتأسر القلوب لروعتها وجمالها، فكل عين تقع عليها تردد سبحان الله. فاللؤلؤ الطبيعي البحريني استطاع أن يأسر قلوب زوار المعرض بشكله الجميل ولمعته النادرة، ففكرة إحياء اللؤلؤ الطبيعي كان لها بالغ الأثر ليزهى بتلك القطع النادرة معرض الجواهر العربية 2019. الحمد لله أن البحرين كثير من الشباب رجعوا حق القوصة، أعتقد إحنا وصلنا حوالي 2000 رخصة، وهي شيء طبعا وايد زين ويساعد يعني على إعادة إحياء اللؤلؤ، لأن اللؤلؤ الله يسلمك يمكن في فترة من فترات مو بدنا نهمل يعني طلع فيه مثل منافسين مثل الألماس مثل اللؤلؤ المزروع ذي، بس الحين في الوقت الحالي مع الألماس المصنع مع اللؤلؤ المزروع قام صار في الصين رجعت الناس، يعني مو في البحرين نتكلم يمكن دوليا وايد من الناس رجعت حق اللؤلؤ الطبيعي إنه كاستثمار وشيء يونيك، يعني مو بدنا شيء متوفر مثل صار يعني مثل الألماس وايد من هذه. فهو طبعا شوف في شيء رئيسي اللي هو كل 100 سنة ترجع، 1916 طلع اللؤلؤ المستزرع، 1920 و21 طلع الالماس، فاحنا الحين رجع هاي خلص طافت 100 سنتهم رد حنيوتنا مره ثانيه. فانا اتصور انه يعني المستقبل اعتقد بيكون وايد باهر بالنسبه حق اللؤلؤ الطبيعي، وبما ان لان احنا في البحرين فطبعا البحرين بلد اللؤلؤ الطبيعي من معروفه من يمكن 4000 سنه. هذه المصوغات ذات القيمه العاليه بات لها ركن خاص في المعرض، يتولى مختبر دانات فحصها وإثبات جودة مكنونات هيرات البحرين. احنا نقدم خدمة يمكن جديدة يعني في المعارض بشكل عام سواء في البحرين أو خارج البحرين، وهي فحص اللؤلؤ في المعرض. هاي الخدمة يعني احنا قدمناها في السابق يعني في المعرض جوار العربية السابقة، وبعض المعارض خارج البحرين شاركنا فيها، فالزبون يقدر يفحص اللؤلؤ عندنا ويتأكد من جودته من سواء هو طبيعي أو مزروع ونوع الاستزراع ويحصل عليه شهادة. بالإضافة إلى ذلك احنا بعد نقدم خدمات ثانية من ضمنها فحص المجوهرات سواء ألماس أو أحجار كريمة. هذه الفحص نعطيهم نوع من الثقة قبل لا يشترون البضاعة، فيقدرون يجون الزباين الموجودين في المعرض يجون يفحصون البضاعة قبل لا يشترونها، فيحسون يعني بثقة أكثر بالمنتج اللي بيشترونه. تصاميم متميزة للؤلؤ الطبيعي تناغمت مع الذهب الأصفر وبريق الألماس، صاغتها أيد بحرينية بدقة عالية ممزوجة بعبق الماضي الجميل. تعد صناعة اللؤلؤ في مملكة البحرين جزءا لا يتجزأ من ثقافتنا المحلية، وقد جاء معرض الجواهر العربية ليقدمها لزواره بشكل جميل وأنيق. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.